اللي صار هو كالتالي. اليوم عندنا كان في اجتماع بخصوص مدارسنا وما تعرض لمدارسنا من نقص للمعلمين ومن نقص نظافة ومن نقص ساعات عمل للمعلمين، فارتقينا على أن يمكن اجتماع عندنا هنا في ديوانية الأربعين. فتفاجأنا بمخابرات الاحتلال غرف أربعة مع قوات الاحتلال باقتحام هذا الاجتماع ومنعنا من إقامة هذا